السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله حيكون الفحص عبارة عن الكلوتينج أو الكوجليشن تايم. حنشرح طريقة الوايت لي ميثود. هذا الفحص هو فحص يتطلب أو هو الفحص اللازم لتكوين جلطة الدم بعد عملية سحب الدم ووضعها بطريقة معينة في أنابيب. فبعد ما يجمع دم بجمع حوالي 4 مل من البلاط بحطهم في جلاس تيوب بيختبر الزمن اللازم لتكوين تجلط هذا الدم. فبمجرد ظهور للجلطة هذا بيعتبر هو الكلوتينج تايم. اما بالنسبه للنورمال رينج لهذا الفحص هو اذا استخدمت جلاس تيوب بيكون من بين 5 الى 15 دقيقه. هذا الفحص هو فحص بسيط يستخدم لتشخيص الهيموفيليا وايضا بيستخدم لعمل مونيتورينج او متابعه الناس اللي بتتعالج بالانتي كوجولانت، لكن هذا الفحص ليس حساس للانخفاض البسيط في عوامل التجلط. تمام. بالنسبه للبرنسبل لهذا الفحص يعتمد على انه بيتم جمع دم كامل بيسحبوه من المريض، وبيتم في هذا الكلوتينج تايم هو عباره عن سكرينينج تيست للكشف عن الانترنسيك كلوتينج فاكتور في غياب التيشو فاكتور. فعشان هيك هي لازم انه التيشو فاكتور ما يكونش موجود، حنعرف كيف بالبروسيجر اتخلص من التيشو فاكتور. لكن هذه الطريقة لها فاريشن، فيها متغيرات كثيرة في هذه الطريقة، إلا أنه كمان تفتقر إلى السنسيتيفيتي أو سنسيتيفيتي تبعتها محدودة لأنها ما بتدور على النقص البسيط في عوامل التجلط. أيضا بلزمنا لعمل هذا الفحص بلزمنا اللي هو ستوب ووتش، بلزمنا أنابيب لجمع الدم حوالي 3 أنابيب جلاس تيوب، نستخدم سرنجات بالإضافة إلى ووتر باث معايا على 37 درجة مئوية. البروسيجر تعتمد على أني بجيب 3 أنابيب جلاس تيوب تقريبا 10 قطر 10 في 75 مليمتر طولها، برقمها 1 و2 و3. بعد هيك ببدأ أجمع الدم من إيد المريض بعقم بطريقة اللي متعارف عليها، وبجمع على الأقل في السرنجة الأولى 2 مل من البلد في أول سرنجة، وهذه 2 مل لازم أكبهم ما استخدمهم. مش ليش؟ لانه هاي الاول 2 منهم غنيات بتيشو فاكتور او بنسميه ثرومبوبلاستين اللي بيخرج من الانجوري من النسيج لما عملت انجوري، فبالتالي لازم اتخلص منها فبعملها ديسكارد على طول، وببدا اغير السرنج واحط سرنج جديده اجمع فيها حوالي 5 مل. الان ببدا الدم اللي انا سحبته بمجرد ما سحبته هبدا احط تقريبا 1 مل في كل انبوبه من الانابيب الثلاثه اللي حطيتها، لكن عمليه الفيلنج تبدا بالتيوب الثلاثه رقم 3 بعدين 2 بعدين 1، وبشغل ستوب ووتش وببدا احط الانابيب، ببدا اشغل ستوب ووتش بمجرد ما احط الدم في اول انبوبه، وبنقل هاي الانابيب على الووتر باث اللي درجه حرارته 37 مئويه. اذا احنا اتفقنا على انه عمليه الفيلنج للانابيب تمت من 3 2 1، فمجرد ما حطيت الدم في انبوبة الاولى اللي هي رقم 3 حطيت على طول شغلت الستوب ووتش ونقلتهم على اللي هو الووتر باث. ببدا بعد نص دقيقه من وضع الانابيب في الووتر باث ببدا اخذ الانبوبه الاولى اللي هي رقم 3 واعملها ميلان كل 30 ثانيه لعين ما تتجلط العينه، لكن كل مره لازم اعملها بزاويه 45 درجه، ولازم كل مره يكون في نفس الاتجاه، ما ينفعش اعمل في اكثر من اتجاه، لازم في نفس الاتجاه. بعد هيك مجرد ما تتجلط انبوبه رقم 3 بعد 30 ثانيه من تجلط الانبوبه رقم 3 بفحص الانبوبه رقم 2 بنفس الكيفيه، واذا تجلط الانبوبه رقم 2 بعد نص دقيقه من تجلطها بدور على رقم 1 برضه بنفس الكيفيه. الان زمن الكلوتينج تايم هو الزمن اللازم لتجلط الانبوبه رقم 1، وحنعرف ليش. الان النورمال رينج تبعها تقريبا من 5 الى 15 منت، هذا افضل رينج، لكن قال لك النورمال رينج احنا بنقول من 5 ل 15 دقيقه. الكريتيكال فاليو اذا كانت اقل من 5 واعلى من 15. تمام. في بعض الملاحظات لازم ناخذها بعين الاعتبار، انه في عندي بعض العوامل التي تؤثر على الكلوتينج تايم وتعمل على خفض في الزمن، وهذا الخفض غير حقيقي، سببه اللي هو مشكله ممكن اكون انا عملتها زي الرف هاندلنج مع العينه، التعامل مع العينه بشكل عنيف، وجود التيشو فاكتور، او انه انا سحبت سحب تروماتيك فين بانكشر، سحبت سحب دم غير جيد، ما تخلصتش من التيشو فاكتور، ايضا ميلان متكرر للانبوبه،
عشان هيك إنه اعتبرنا أقل أنبوبة تعرضت إلى الميلان هي هو زمن الكلوتينج تايم، اللي هي أنبوبة رقم واحد، هي آخر واحدة عملت لها فيلينج. لو كانت الأنابيب مش نظيفة تؤدي ذلك إلى انخفاض في الكلوتينج تايم. شغلة تانية إن هناك أيضا عوامل تؤدي إلى زيادة الكلوتينج تايم، زي درجات الحرارة العالية، تغير في البي اتش، وإذا أنا عملنا الفحص في الروم تمبرتشر هذه كلها بزود من الكلوتينج تايم. بالنسبة لل القيمة الكلوتينج تايم هو بيستخدموه زي ما حكينا لمتابعة الناس اللي بتتعالج بالهيبرين، ولكن ما بيستخدموا كسكرينينج تيست أو بروسيجر سكرينينج، بمعنى إنه له محدودية السنسيتيفيتي، والسنسيتيفيتي أيضا ضعيفة لهنا، له زي ما قلنا بور ليميت، بور سنسيتيفيتي وله ليميتيشن. تمام. الهولي بلود بتأثر، الآن إحنا قلنا إنه بيأثر الكلوتينج تايم بيكشف على الانترنسك بي الانترنسك باثوي فاكتورز، أي فبالتالي أي ديفكت أو أي خلل في عوامل الانترنسك فاكتور أو خلل في الفبرين أو في الفبرينوجين يؤدي إلى زيادة زمن الكلوتينج تايم، لكن زي ما حكينا إنه الانخفاض البسيط في هذه الفاكتورز لا ما بيظهرش بالكلوتينج تايم، وهذا الفحص أيضا ليس حساس للخلل في الصفائح الدموية. الآن لو طلع معنا كلوتينج تايم عالي على طول بقول إنه في عنده خلل في الانترنسك باثوي، لكن لو طلع الكلوتينج تايم عندي طبيعي هذا لا يعني إنه هذا الشخص سليم، ممكن يكون عنده خلل في الكوغوليشن فاكتور، لكن خلل بيكون ضعيف بحيث إنه والليميتيشن والسنسيتيفيتي لهذا الفحص لم تستطع الكشف عنها. من ضمن مساوئ هذا الفحص إنه يفتقر إلى الريبروديوسيبيليتي، بمعنى إنه لو طلع الفحص طبيعي ما بينفي المرض عن هذا الشخص. شغلة تانية إنه طالما إنه هذا الفحص سكرينينج تيست ليميت تيست، بالإضافة إلى إنه سنسيتيفيتي ضعيفة، تم استبداله بفحص أكثر دقة وكنترول بشكل أكبر ومور ريبروديوسيبل اللي هو الاي بي تي تي. الكوغوليشن تايم طبيعي في حالات ثرومبوسايتوبينيا بربورة، الناس اللي عندها نقص في الصفائح الدموية ما بيأثر عليها الكلوتينج تايم، خاصة إنه الفحص هذا محتاج عدد قليل جدا من الصفائح الدموية عشان تتكون الجلطة. بيكون هيك خلصنا الكلوتينج تايم. في فحص بسيط هو اسبرين تولرانس تيست، هذا الفحص هو عبارة عن فحص بليدينج تايم، ولكن هذا الفحص يجرى لشخص بده يتعالج بالاسبرين. فايش بيعمله؟ بيطلب الطبيب له هذا الفحص عشان يتأكد انه هل قادر انه يتحمل العلاج بالاسبرين ولا لا. فبيجرى هذا الفحص باني اول حاجة المريض بعمله بليدينج تايم وبسجل نتيجة البليدينج تايم، بعد هيك بعطيه جرعة اسبرين. هاي جرعة الاسبرين عبارة عن 2 اسبرين تابلت حبتين، كل حبة عيارها 300 ميلي جرام، بحيث انه يكون التوتال 600 ميلي جرام. وبعد ساعتين من تناول حبتين الاسبرين بعمله فحص بليدينج تايم تاني. تمام. الان هذا الفحص التولرانس باسبرين تولرانس تيست بفحصه للناس اللي بدها تتعالج بالاسبرين وتتاكد هل هي حساسه له ولا بتقاومه، هل بتتحمل العلاج فيه ولا لا. نجد انه الاسبرين تولرانس تيست هذا الفحص بيكون غير طبيعي عند الناس اللي عندها هيموفيليا والفون ويلبرانز ديزيز. طب كيف انا اعرف انه هاي قيمه طبيعيه؟ يعني كيف اعرف انه هذا الشخص يتحمل علاج بالاسبرين ولا لا يتحمل العلاج بالاسبرين ويتطلب علاج اخر؟ لو لقينا انه فحص البليدنج تايم بعد جرعه الاسبرين كان ضعف البليدنج تايم قبل ما ياخذ الجرعه، معناته هذا الشخص يستطيع تحمل الاسبرين. لكن لو وجدنا انه البليدنج تايم بعد جرعه الاسبرين كان قيمته 3 اضعاف الى 10 اضعاف البليدنج تايم قبل الجرعه، معناته هذا الشخص لا يستطيع تحمل الاسبرين وبالتالي ممنوع ياخذ الاسبرين، وبدور الطبيب على علاج اخر يعطيه لهذا المريض.